سيد الرئيس، نقدر تواجدك هنا في الولايات المتحدة برفقة وفد رفيع المستوى من المسؤولين لحضور هذا الاجتماع. كالمنظمة الأمريكية الوحيدة الملتزمة حصرياً بتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي، المجلس سيظل صديقاً وفياً لمصر في الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة. وبهذا الصدد أود أن أوجه التحية لسيادة الرئيس وللمجموعة الاقتصادية لفتح الأبواب أمام الشركات الأمريكية وتطبيق عدد من التشريعات الاقتصادية الهامة. نعلم أن هذه الإجراءات ليست بالضرورة سهلة، لكن تحسن الاقتصاد المصري والبيئة الاستثمارية هو دليل على صلابة وقوة الاقتصاد القومي المصري وقيادتك الحكيمة. أود أن أبدأ بتهنئة الرئيس السيسي ووزراء المجموعة الاقتصادية على الجهود المستمرة لدفع عجلة الاقتصاد عن طريق عدة إجراءات لجذب الاستثمارات، العمل الخاص بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات يهيئ مصر لتكون بلد ذات طبيعة جاذبة للاستثمار. في 2017 تم إقرار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس في يناير من هذا العام، لذا أوفيت بوعدك سيادة الرئيس لتقوية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية. لكني أؤمن بشدة برغبة سيادتكم لتعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد المصري. هناك الكثير من الجهد الذي يمكن بذله في مجالات الصحة والطاقة والمواصلات والعديد من المجالات الأخرى، كما في مجال السياحة، حيث أن مصر بلد جميلة، وأعتقد أن صورة مصر لدى السياح الأمريكيين يجب أن تعزز. مجالات الزراعة والأغذية يمثل أيضاً متسعاً كبيراً لتقوية العلاقات ما بين البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أتكلم على أن احنا خلال زي ما قلت السنتين الأخرين تم الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر بدرجة أنتم كلكم دلوقتي حاسين بيها ولمسينها في مواجهة الإرهاب، وتم عمل إنجازات قوية وصعبة وجريئة على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. احنا كنا من سنتين بنتكلم هنا وكان كل الزملاء اللي موجودين كانوا يتحدثوا عن توفر العملة الحرة وصعوبة الحصول عليها في مصر وصعوبة تدبيرها وصعوبة خروج حتى الأرباح اللي قام. الكلام ده مش موجود دلوقتي. الكلام اللي احنا ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ولما سمعته من حضراتكم وقلت لكم بوعدكم ان احنا خلال فترة قليلة هنكون انهينا هذه المشكلة تماما، احنا كان عندنا فعلا هذه المشكلة ومشكلات اخرى. احنا البرنامج اللي عملناه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول واعتبارا من نوفمبر 16 وحتى الان، احنا تقريبا حلينا كل المسائل اللي كانت بتقابل الاستثمار في مصر. شملت القرارات اللي احنا اتكلمنا اللي انا كلمت عليها في البداية، هو تحرير سعر الصرف للجنيه المصري ورفع قيمة الفائدة الاساسية لزيادة الاحتياط الاجنبي واحتواء التضخم وتطوير المنظومة الضريبية وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات العجز في الموازنة العامة وضبط الدين الحكومي وبناء احتياطي نقدي آمن، كما صاحب ذلك تركيز كبير من جانبنا على البعد الاجتماعي، لأن احنا البرنامج الاقتصادي كان من ضمن أركانه اللي احنا اشتملت عليها أثناء إطلاقه، اللي يكون فيه إجراءات اجتماعية قوية، حماية اجتماعية قوية لهذا البرنامج لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. الحكومة المصرية أقرت حزمة من الإصلاحات التشريعية الخاصة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، زي قانون جديد للاستثمار وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد وإعداد خريطة استثمارية تحدد المشروعات التي تسعى الدولة لجذب الاستثمارات إليها، وإصدار قانون الترخيص الصناعي وقانون الإفلاس وتعديل القوانين المعنية بالمنافسة والاحتكار وسوء المال وتأسيس الشركات، فضلا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد بكافة صوره. تلك الإصلاحات أثمرت عن تحقيق طفرة كبيرة في مؤشرات التنمية الاقتصادية. وصل حجم الاحتياط زي ما قلت الأجنبي لأول مرة طبعا منذ 2011 إلى ما يزيد عن 44 مليار في نهاية يوليو 18،
معدل النمو وصل إلى 5.3، واسمحوا لي أقول إحنا بنتكلم على معدل النمو في ظل ظروف اقتصادية صعبة بتمر بالعالم كله. يتوقع أن معدل النمو ده يصل إلى 5.8% في نهاية 2019. معدل التضخم انخفض من 34% كأعلى معدل له في يوليو 17 إلى 13.6 في يوليو 18. كما انخفض معدل البطالة إلى أقل من 10% خلال العام الجاري. كما انخفض العجز الكلي للميزانية عن 10% لأول مرة منذ 2011. احنا كمان خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا أطلقنا كيانات ومجتمعات عمرانية في المنطقة الاقتصادية القناة السويس وفي الدولة المصرية. احنا بنتكلم على 14 مدينة جديدة، سواء كان العاصمة الجديدة أو في على مختلف مناطق الجمهورية. الدولة بتبذل كل جهدها للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وزي ما قلنا كده البنية الأساسية والتوسعات اللي بنعملها في المواني ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية وتطوير معامل التكرير وتحديث الشبكات والخطوط. ده كل ده هيوفر فرص واعدة للاستثمار في مجال البتروكيماويات سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير. وبفكركم إن مصر لوحدها حتى يعني بعيدا عن كل الأسواق فيها سوق يعني يحتوي على 100 مليون، وهذا السوق مرشح أنه هو يزيد، بالإضافة لحوالي 1.6 مليار في المنطقة في إفريقيا وفي الدول العربية اللي جنبينا. الحقيقة احنا حريصين جدا على ان احنا نضاعف جهدنا لتحقيق الإصلاح والتطوير اللي بننشده لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري الذي يستحق منا كل شيء. مصر تبذل جهود كبيرة جدا لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية بحيث تصبح مصر ركيزة للاستقرار. احنا طبعا الإصلاح الاقتصادي اللي بنتكلم عليه كان الهدف منه ان احنا نعمل إصلاح حقيقي لشكل هيكلي عميق وصعب في الاقتصاد المصري. احنا حققنا فيه الحقيقة تقدم كبير جدا جدا في فترة افتكر كل العالم المتابع لهذا الموضوع بيقدر ما تم إنجازه. البطل في هذا الأمر هو الشعب المصري اللي تحمل تبعات هذا الإصلاح، مش إحنا كحكومة أو كدولة فقط اللي عملنا الإنجاز، لا، اللي عمل الإنجاز الحقيقي وصاحب الإنجاز الحقيقي هو الشعب المصري. الحقيقة إحنا حريصين جدا على إن إحنا نضاعف جهدنا لتحقيق الإصلاح والتطوير اللي بننشده لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري الذي يستحق منا كل شيء. وأننا بكل التقدير وكل احترام بندعوكم إلى الاستثمار في كافة المجالات المعادة في مصر. شكرا جزيلا. سيد الرئيس، استثماراتنا في مصر متواجدة منذ زمن بعيد، ولقد ساعدت شركتنا في الكثير من الأوقات الصعبة. كنا قلقين للغاية قبل لقائك منذ 5 سنين، لكن بعد هذا اللقاء كنت سبباً في أن تكون مصر من أكبر 3 دول جذباً للاستثمارات في آخر 5 سنين، ولم نكن لنفعل ذلك لولا الثقة في مصر وسيادتكم. ويجب علي كمستثمر أن أشكر سيادتك وفريقك الاقتصادي، لأني مؤمن بأنك أنقذت مصر. أود أن أهنئك سيادة الرئيس على مجهوداتك وإعطائك أهمية كبرى لمجال الصحة في مصر. مبادرتك الرئاسية للقضاء على فيروس سي قبل عام 2020 هي مبادرة ملهمة فريدة، وأعتقد أنها الأولى من نوعها على مستوى العالم. أعتقد أن مصر في المستقبل سيحتذى بها في مجال القضاء نهائياً على أمراض مثل فيروس سي، ولهذا أشكرك جزيلاً. وأؤكد لسيادتك أنني كمستثمر في مجال الأدوية أنني ملتزم بإيصال منتجاتنا لمصر والعمل مع وزارة الصحة لتدريب الكوادر وتنفيذ ما تبقى من هذه المبادرة والمبادرات الفريدة الأخرى في المستقبل. شكراً جزيلاً مرة أخرى. سيد الرئيس، لقد عملنا في مصر لعدة سنوات، وأود أن أبلغك أن حجم الأعمال التي نقوم بها قد ازداد بمقدار 11 ضعف منذ 2011، وذلك نظراً لقيادتك الحكيمة والسياسات الفعالة في المجال الاقتصادي.
في مجال التعاملات النقدية توجهت سيادتك بالاقتصاد إلى مصر خالية من التعامل النقدي والتحول للتعاملات الإلكترونية من خلال رئاسة سيادتك للمجلس الوطني للمدفوعات، وهو أمر غير مسبوق على مستوى العالم وفقا للمعايير المتبعة حاليا. وأود أن أعلن التزام شركاتي لمساعدة مصر في تحقيق هذه الرؤية، وأشكرك سيد الرئيس على هذه السياسات التي تدفع مصر للتقدم في المستقبل. سيد الرئيس، شكرا جزيلا لتواجدك في الولايات المتحدة مرة أخرى. بالنيابة عن زملائي، أود أن أهنئك على الأداء الهائل للاقتصاد المصري، وهو ما أثر بالإيجاب على معدلات التنمية وتقليل معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدلات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. رأينا هذه الآثار الإيجابية في العديد من المجالات التي تأثرت بالاستقرار الذي تنعم به مصر منذ أن انتخبت رئيسا. نؤمن أن هذه السياسات تحارب الفساد وتوجد الفعالية الاقتصادية لمصر عن طريق تقليل معدلات البطالة وإيجاد فرص العمل في المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تقوم بها الحكومة في مصر. شكرا جزيلا مرة أخرى. سيد الرئيس، من الرائع أن نراك مرة أخرى في الولايات المتحدة. لقد التزمت كمستثمر أجنبي باستثمار 5 مليارات دولار في مصر. أنت رجل تفي بوعدك، وما فعلته لمصر ولشعب مصر والشرق الأوسط لا يضاهى على أي مستوى. قيادتك الحكيمة والشفافية المتبعة لجذب الاستثمارات إلى مصر هي بعض العوامل التي أقنعت شركاتنا بالاستثمار في مصر. فأنا بشكر كل اللي يتحدث معنا، كل الكلام اللي قلتوه محل تقدير واحترام، وأنا بشجعكم على التواجد. وحبدأ بالسياحة، احنا بننشئ مدن جديدة على البحر المتوسط، وبننشئ مدن لا تقل عن أرقى مدن في العالم. وانت يمكن الناس اللي موجودين برضو في مصر، احنا بننشئ العالمين، وبننشئ المنصورة الجديدة، وبننشئ شرق بورسعيد مدينة السلام، وبننشئ كمان ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية هنطلق في منطقة رأس الحكمة كل المدن دي على البحر المتوسط، بالإضافة إلى مدينة الجلالة وبرنيس على البحر الأحمر. فاحنا بندعو العاملين في قطاع السياحة، تعالوا احنا هنوفر لكم كل المجال اللي انتم تستطيعوا من خلاله. وانا بقول ان احنا عندنا فرص كويسة. الأدوية، نحن لدينا فرصة من خلال الشركات، تعالوا واعملوا مشروع أكبر من كده بكتير لإنتاج الأدوية، ونحن مستعدين إن احنا نساهم أو نساعد معاكم في إنجاح. عايزين ننتج مش على قد بس حاجات مصر، ومش بس الأدوية الحالية، احنا بنتكلم على نوعين تانيين. بنتكلم على الأدوية الخاصة بالأورام، تعالوا اعملوا معانا هذه المصانع في مصر، وإحنا مستعدين ندخل في شراكة معكم. أنا مرة تانية بشكركم وسعيد بلقائكم، وأرجو أن الصورة الجيدة تستمر ونقدر إحنا في مصر نحسن منها أكتر. شكرا جزيلا. Mr. President, that was outstanding. Thank you.